الحلقة 28 من مسلسل لؤلؤ. بتبدأ لما طارق بيقول لها أنا طارق نصار، شكلك نسيتي أنا مين؟ لؤلؤ. قالت له أنا لؤلؤ، تسمع عني ولا ما عندكش تلفزيون في بيتكو؟ طارق قال لها لا فأكرك يا حبيبتي، واحد شاورما وواحد لحمة وواحد شاورما فراخ من أيام ما نطيتي في عربيتي أنت هربانة من صاحبة عربية الشاورما. لؤلؤ وأنت فاكر إن أنت كده جرحتني؟ بالعكس كلامك فرحني بيخليني متأكدة إنك عارف إن جوايا واحدة اسمها سنية، أول ما صفر لها بتحضر، ودي مش بيهمها نجومية ولا كلام ناس، تعز الفضايح وسعدها في الشكل، ما عندهاش اللي تخاف عليه، أصلها تربية ملاجئ وأمها خريجة سجون وأبوها قليل الأصل وهي واخدة طبعها منه. فبالله عليك قول لي هتطلقني إمتى، وإلا هطلق عليك سنية وهي حبة الخلع أكتر من الطلاق وهي بتموت في الجرس يا طارق. فبالله عليك لخص وينجز وثبته ومشت لؤلؤ، وفي دخلت نهال على طارق المكتب بعد ما لؤلؤ اتخانقوا مع بعض. قالت له ايه يا طارق هو انتوا اتخانقتوا؟ طارق قال لها خليكي في حالك انت يا نهال ملكيش دعوة. بعد كده نهال بتتصل على سيد ابو لؤلؤ وبتقول له حضر نفسك يا سيد علشان هننفذ قريب اللي اتفقنا عليه. بعد كده اكرام مامت لؤلؤ كانت بتحكي مع مجد بتقول له معقولة يا ابني حد ماله هدومك كده وزيك ولحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ مجدي قال لها مش بفكر في الجواز اصلا. اكرام قالت له لا يا حبيبي لازم تفكر، ده العمر بيجري، لازم تجيب حتة عيل وتخلف وتفرح بيه وتلعب بيه كده، نضارة مفيش اغلى منه يا مجدي. مجدي قال لها شكلك كده جايبالي عروسة، اوعى تقولي مروة. قالت له ليه يا حبيبي انا مش بكرهك عشان اديلك مروة، انت تعيش وحيد العمر كله ولا تقعد في وشها نص ساعة. مجدي قال لها على رأيك اموت واعيش وحيد احسن ما اعيش في وشها، اوعى تكون زعلتك في حاجة. كرام قالت له هي تقدر تبص لي بصة انا مش برتاح لها وقلبي بينقبض لما اشوفها، هي بميت وش وعاملة نفسها بتحب لؤلؤ. مجدي من اول ما شفتها وهي بتقول بتحب لؤلؤ. اكرام قالت له مش بتحبها ولا عمرها هتحبها، انا ام وانا بحس باللي حوالين بنتي ولا ما لقيتش حد بيحبها قدك انت يا مجدي لؤلؤ. مجدي لؤلؤ والناس كلها بتحبها عشان بنت جدعه وطيبه. اكرام انا كنت بدعي ربنا ان يرزقها بابن الحلال زيك انت كده، اي ام تتمنى لبنتها عريس شبهك علشان اللي زيك في الدنيا مش كتير. مجدي لؤلؤ اهم حاجه في حياتي وانت الخير والبركه، بتفكريني بامي اصلها وحشتني قوي، ويبوس ايديها. اكرام قالت لها قالت له الله يرحمها رب راجل جدع علشان كده، خليك جنبها اكتر علشان انا قلقان عليها وقلبي مقبوض. مجدي قال لها ما تخافيش انا جنبها. اكرام انا عارفه انك اكتر واحد جنبها وهي بتسمع لك علشان كده تشيل الواد ده بوده الصايع من دماغها. مجدي قال لها قلت لها اكتر من مره انه نصاب و سمعتها من كاميليا بنفسها. اكرام كاميليا اللي بتاكل بالشوكه والسكينه كشفته ولؤلؤ ما عرشتوش. مجدي قال لها لؤلؤ على كده غلبانه ويضحك عليها انا عاوزها تفوق بدري. اكرام محدش يعرف يفوقها غيرك يا مجدي، يا رب يخليك جنبها ويسعد وتسعدها وتقف جنبها يا رب. مجدي قال لها ادعي لي وادعي لها وهي هتبقى تمام وانا جنبها. اكرام قالت طول ما مروه جنبها مش هيحصل كويس، مش هتطمن، عايزين نخلص من مروه وبوده، عشان نخلص من مروه لازم نخلص من بوده. مجدي وانا كمان مخزن لها. ولؤلؤ راحت لكاميليا وبتكلموا على الدويتو، بتقول لها فكره حلوه عمري ما عملته في ولا خطر في بالي، متحمسه قوي الموضوع ده. لؤلؤ قالت لاول ما مجدي قال لي عجبتني الفكره ولازم اجي لك عشان نتكلم في التفاصيل، وجيت لك كاميليا بلاش الكلام في الشغل، ما لحقناش نقعد مع بعض في السهره خصوصا انتوا مشيتوا على طول، كنا مبسوطين بس تتعوض. لؤلؤ قالت لها ممكن اسالك سؤال؟ تعرفي الولد اللي موجود امبارح وبيبص لنا؟ كاميليا قالت له اه اعرفه، هو كل شويه يغير اسمه، ده عيل نصاب واسمه بوده، عارفاه احنا بنقابل معجبين كتير بس الولد ده ما نسيتوش ابدا، بيزن على نانسي انه يشوفني وكل حته الاقيه قدامي وبيفضل يزن يزن يزن. قلت لنانسي هاتين قبله ونشوفه عاوز ايه.
عيل نصاب بيسبل لي ويقول لي انا فرحان اني شفتك وحلم عمري اشوفك وانا مريض وعندي كانسر وصعب عليا وقلت هتكفل بكل مصاريف علاجه تتصوري. قال لي ايه؟ قال انا مش عايز فلوس، عاوز اشوفك وبس، عارفه لما اقابلك هخف على طول. طبعا مسحت بكرامته الارض وطردته، ما شفتوش غير يوم السهره افتكرته جاي لي انا، لقيته جاي لك انت، هو لازق لك من كتير يا لؤلؤ لؤلؤ. قالت لها مش فاكره كاميليا، لؤلؤ عاوزاني عاوزاكي تخلي بالك على نفسك قوي من الاشكال النصابه دي، ده علشان نصابين. واسمع كلام جوزك لؤلؤ، ما كانش ليه لازمه اللي طارق عمله، وانا ما اعرفش الولد ده. كاميليا ممكن اتكلم معاكي شويه بخصوص طارق؟ هو دون جوان زي ما انت عارفه بيعرف بنات وستات كتير ويعرفهم يسيبهم على طول لؤلؤ، بس دول نوعيه تانية مش من البنات. كاميليا قالت لها مش شرط، في بنات منهم كويسه ومعروفين في المجتمع، يكفيهم فخر انهم يتصوروا مع طارق نصار. بس الحقيقه من ساعه ما طارق عرفك لا بيشوف ولا حد ولا بيقابل حد ولا بيتصور مع حد، ده دليل انه بيحبك بجد. لؤلؤ خلينا نركز في الشغل، عاوزه الكلمات تبقى سكتي ولا سكتك؟ قالت لها نتقابل انا وانت ومجدي مع عزت الشامي بالليل ونتفق على ايه الكلمات اللي هنكلمها، بس انا عايزه تاخدي بالك من نفسك يا لؤلؤ وتخلي بالك على طارق، وبحذرك من الواد النصاب ده اللي اسمه بدر او بودة. علشان تعرفوا اللي هيحصل بعد كده يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وهيصلكم كل جديد ان شاء الله عشان تشجعونا نقدم كل الجديد ان شاء الله في الايام اللي جاية وفي الحلقات اللي جاية وفي كل المسلسلات وفي كل المنوعات اللي بنقدمها لكم على قناة وصفات نودي. طبعا لولو اتصدمت من رد فعل كاميليا اللي هي بتكلمها على بودة وزعلت جدا، وما كانتش مصدقه انه فعلا ولد نصاب، لان كل الناس كانت بتحذرها منه، مامتها ومجدي. تامر راح لبيت ابو نهال وسليم، وتامر قالت له قال لها نهال حكيت لي على اللي حصل وحكيت لي انتوا عملتوا معاها ايه. سليم قال له احنا ما ظلمناهاش وما كناش متوقعين ان نهال تعمل فينا كده. تامر انا عارف ان الغلط كبير، هي غلطت في حقكم وحق نفسها، بس مين فينا مش بيغلط وربنا بيسامحه؟ انا كل اللي طالبه منكم انكم تسمعوها مش اكتر. سليم طول عمرنا بنسمعها وبنعمل اللي هي عاوزاه، حتى لو على حساب فرحتنا بيها، ولا رفضنا لها طلب ولا ضغطنا عليها في جواز. اخرتها بنتي تطعن في ظهري، ربنا يسامحها على اللي عملته فينا وفي نفسها. تامر هي كانت ضحية شخص جبان عديم المسؤولية، استغل طيبة بنتك وعشمها بالجواز، وبعدها حصلت الكارثة، وبعد الكارثة اختفى من حياتها وهي ما تعرفش اي حاجة عنه لغاية دلوقتي. سليم قال له ليه ما جاتش قالت والمصيبة لسه في اولها؟ ليه استنت لما بنتها كبرت وقالت لها روحي يا حبيبتي فرحي جدي وجدتك؟ كامر قال لها انا ما اعرفش، قال لهم انا ما اعرفش التفاصيل، بس اللي انا متأكد منه ان نهال ما بعتتش منها، هي مش حابة تحطكم ولا بنتها في موقف زي ده. اللي حصل ده اختبار من ربنا عشان تقفوا جنبها وتساعدوها. ام نهال قالت له طول عمرنا واقفين جنبها. سليم قال له حضرتك ما تعرفناش كويس يا تامر عشان تحكم علينا. تامر قال له اللي شفته منها من نهال يعرفني انها متربية في بيت اصول، عشان كده انا متأكد هي مش هتون عليكم وتسامحوها وتاخدوها تاني في حضنكم امها، علشان خاطري. بعد ما تامر استأذن وقال لهم انا جيت اوصل وجهة نظري بس وامشي، واستأذن تامر، ومامة نهال بتقول سليم علشان خاطري يا سليم صالحها وخليها تيجي تعيش معانا هنا، أرجوك يا سليم لازم نسأل عليها، باين عليه شخص محترم وبيحب نهال بجد، وربنا يوفقهم مع بعض. وأرجوك يا سليم حاول تصالح نهال وتسامحها وتيجي تعيش معانا هنا. قال لها إن شاء الله إن شاء الله، وكان طبعا بيفكر. عشان تعرفوا الجديد اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله في كل وقت
مع قناتنا ان شاء الله، ومستنيين دعمكم. بدر بيرن على لؤلؤ في التليفون، ولؤلؤ كانت في العربية بتاعتها مع الحرس بتاعها نبيل والبودي جاردات، وفضل يرن كتير بدر على لؤلؤ ولكنها ما كانتش راضية ترد خالص، ونزلت من عربيتها وقالت للحرس بتاعها روحوا انتوا، روحوا انا هروح مشوار لوحدي. الحرس قال لها ما ينفعش طارق بيه منبه، ما نسبتيش لوحدك ابدا. لؤلؤ زعقت فيهم وقالت لهم انتوا شغالين عندي ولا عند طارق، خدوا تاكسي وروحوا بسرعه. بعد كده بعد ما مشوا لؤلؤ بترد على بدر اللي فضل يرن ويقول لها انت فين، انت مش بتردي عليا ليه، وحشتيني. لؤلؤ قالت له انا تعبت من اللي احنا فيه ده، لازم اشوف حل، انا لازم اقلع دبله من الاتنين. بدر قال لها تقلعي انهي دبله يا لؤلؤ؟ لؤلؤ قالت له دبله اللي بيحبني اقل. بدر قال لها وانت شايفه مين فينا بيحبك اقل من التاني؟ لؤلؤ غيرت الموضوع وقالت له اعزمني على الغدا عند باباك ومامتك، وحشوني قوي، هكون هناك بعد ساعه. بدر قال لها ماشي تمام. وكان في الوقت ده الحرس بتاع طارق بيراقبوا بدر والورشه بتاعته، وبيشوفوا بدر وهو بيمشي بالموتوسيكل ولؤلؤ. طبعا كانت اصلا راحت الورشه، وبدر بيلبس الخوذة وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيمشي، وطارق بيكلم الحرس بتاعه اللي هو عمر وبيقول له عينيك ما تنزلش من عليه وتعرف بيت مين اللي بدر ده طالعه ومين اللي عايش فيه، وأي جديد بلغني فورا واحكي لي عليه. في الوقت اللي لؤلؤ دخلت فيه الورشه وقعدت تدور على تقلب في حاجات كتيره جدا في الورشه عشان تتاكد من حاجه معينه في دماغها، وقعدت تقلب زي ما انتم شايفين في كل حته في الورشه، وفي شنطه مسكتها وفتحتها لقيت الجاكيت بتاعه، وقعدت تقلب فيه كتير جدا، ولقيت صور المجلات والجرايد وقصاصات الصور بتاع لؤلؤ، واللي بيبين ان بدر فعلا مهتم بيها جدا وبيحبها، وهي كانت بتدور او شك في حاجة لكن ما لقيتش غير المجلات والجرايد والصور اللي هتبان قدام حضراتكم في الكرتونة ديت، صور لؤلؤ وأيام الشهرة وبداية الصعود بتاعتها. وعلشان تعرفوا الجديد اللي في الحلقة دي ياريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد، وتشجعونا علشان نقدم لكم الحلقة زي ما انتوا بتشوفوها دلوقتي وبتسمعوها كأنكم بتشوفوها في التلفزيون بالظبط تماما، وبنحاول على قد ما نقدر ان نوصل لكم المسلسل قبل ما يتعرض على التلفزيون وعلى الشاشة بأكبر مجهود عندنا، وبنستنى دعمكم ان شاء الله. على طول بتستمر لؤلؤ في انها بتقلب في الحاجات بتاع بدر وبتلاقي الصور بتاعتها بس، و صور فرح هي وطارق، وبدر كان محتفظ بكل الصور دي. وبتفضل بقى لؤلؤ تقلب في كل الصور وفي حاجات بدر، وفي الاخر ما بتلاقيش حاجة، وبتزداد حيرتها طبعا، وبتدخل الحاجة مكانها وبتمشي لؤلؤ بعد ما خلت بدر يمشي ويسيب الورشة ويروح عند المفروض هم اهله باباه ومامته، لان لؤلؤ في دماغها حاجه هتعملها. وفعلا لؤلؤ مشيت
وثابت الورشة وطارق كان بيوصي تاني الحرس بتاعه بيقول له عينك ما تنزلش من عليه وتعرف بيت مين اللي طالعه ده ومين اللي عايش فيه واي جديد بلغني فورا. وطارق كان متعصب جدا جدا ومتنرفز وبدأ الشك يزيد جدا 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 والحيرة، وكان بيتفرج على صوره هو ولؤلؤ وصور الفرح والذكريات الجميلة. ومن الواضح فعلا ان طارق رغم النرفزة دي كلها بس هو فعلا اللي بيحب لؤلؤ حب حقيقي فعلا، وباين على وشه واحاسيسه ومشاعره وبيسترجع الذكريات وبيقول في مخه ليه لؤلؤ بتعمل معايا كده، انا مش فاهم مع اني انا غلطت غلطة بس هي مكبراها قوي لما غلطت فيها وقلت لها انها تربية ملاجئ. وطبعا طارق بيقعد يسترجع الذكريات وبالذات حيرته وشكه وفي بدر ولؤلؤ. نهال وداليا بتقابله، نهال بتقول لها اللي يشوفك وانت بتتحايلي عليا دلوقتي بتتشرطي اتفضلي اشرطي. داليا قالت لها مفيش شروط ولا حاجه، احنا عايزين نعمل تغيير بسيط بس في الاتفاق، انت عاوزاني اقتل جوزي. نهال قالت لها اسمه طليقك مش جوزك، وانت بتقولي مش مهم طارق المهم فلوسه. داليا قالت لها ايوه فعلا صح كده، بس مش ممكن اقتله مهما كان، ده ابو ابني، انا مستعده اقتلها هي وانا فرحانه ومرتاحه الضمير، انا نفسي اشوفها كده وهي غرقانه في دمها، مش هقدر ابص في وش مالك ابني وانا قتلاله ابوه. افهميني يا نهال احنا عايزين تغيير بسيط. نهال اتنرفزت، هو قالت لها هو احنا هنبدل شنطه صفراء وشنطه حمراء؟ انا ظبطت اموري على كده وكلامي اللي هيتنفذ، مش ناقصه الهبل بتاعك ده. وسابتها ومشيت. داليا قالت لها ماشي يا نهال، انت هتشوف الهبده دي هتعمل ايه يا نهال. لؤلؤ بترن على بدر اللي طلع البيت اللي طبعا كانوا مأجرينه، وكأن بابا وماما هنا بابا ومامته، ولكن لؤلؤ بتبعت رسالة لبدر على النت بتقول له رسالة صوتية بتقول له في مشكلة حصلت يا بدر مش هقدر اجي، اعتذر لباباك ومامتك ولما تتحل المشكلة انا بهاجي. بدر بيقول لها ايه اللي حصل، ما ردتش عليه لؤلؤ خالص وثبته في حيرة تامة. وشكل كده لؤلؤ بتعمل خطة أو كمين اللي هيبان في الحلقة أو الحلقات اللي جاية. كاميليا وكانت عند عزة الشامي وبتقول يا شاكر يا شامي لما كنت بتتحايل عليا علشان اعمل دويتو وانا كنت رافضه تماما. قال لها اه بس ده مش اي دويتو، ده انت ولؤلؤ هتكسروا الدنيا. تخيلي رد فعل الناس ومفاجاه. طبعا كان ماهر ونانسي متضايقين جدا. مجدي قال لهم ايه رايكم نلعب على فكره الصلح خير؟ عزت قال له فكره هايله. قال لهم طب الكلمات طيب والحاجات دي هنعملها ايه؟ طبعا مدير اعمال كاميليا ونانسي كانوا متضايقين، وبيقول عزت بيقول لمجدي كلم لؤلؤ شوف هتاخرت ليه. مجدي قال له هي ما بتقصدش، هي اكيد ملتزمه بموعدها، انا هرن عليها اتصل بيها اطمن. كاميليا بتقول لمجدي استنى خدني معاك، ونانسي بتقول لها ايه ده انت اتقالي شويه؟ لا اسكت انت مالكيش دعوه. وكاميليا راحت لمجدي بتقول له على فكره انا كلمت لؤلؤ سالتني على بدر وانا كلمتها نفس الكلام واللي انت قلته انه عين نصاب ونفس الكلام، بس شفت في عينيها زعل. تفتكر يا مجدي تكون بتحبه؟ مجدي قال لها لا طبعا. كاميليا قال لها قالت له انت شفتها ما شفتش وشها زعلت ازاي لما قلت لها ان الواد ده نصاب؟ علشان خاطري يا مجدي خلي بالك منها، الولد ده مش سهل. مجدي ممكن يلف دماغها يا مجدي. قال لها مجدي يلف دماغ مين يا كاميليا؟ ده دقله تلف دماغ بلد. قال لها ايه الحنيه دي؟ كاميليا قالت له جبتها يا اخي، حبيتها يا اخي ومش عاوزاها تتضايق، وما ينفعش بعد اللي وصلته ده حد يضحك عليها. مجدي قالت لها اتحولت ملاك؟ قالت له انا ملاك من بدري بالسن ده ما كنتش شايف. ولؤلؤ بتدور في الموبايل بتاع مروه بتقول لها خلصت انت ساعه في الحمام انجزي، وبتقلب في موبايل مروه بتشوف المكالمات الصادره وبتلاقي فعلا رقم بدر في المكالمات الصادره. ومروه لؤلؤ بتقلب في الموبايل وبتشوف فعلا بدر ياسين وبتشوف المكالمات الصادره والوقت بتاعها
وفعلا لقيت كذا مكالمة بينها بين مروة وبين بدر، وبتقلب في الشات والواتساب، ولكن لقيت مروة طبعا كانت حويطة ومسحة كل المحادثات والشاتس اللي بينها وبين بدر، وما لقيتش حاجة لؤلؤ في الشات بين بدر ومروة اللي مسحت كل حاجة في الوقت اللي طلعت فيه مروة من الحمام. قالت لها حلو قوي الكريم ده، ريحته جامدة قوي. قالت لها يا بنتي ده للجسم مش للشعر. قالت لها عادي بقى، هو ظبط شعري وخلاص بس كويس قوي. وطلعت مروة وقعدت، وفجأة وهما قاعدين التليفون رن، وكان بدر اللي بيرن. وطبعا مروة وشها اتخطف واتغير وجاب 90 لون، ولؤلؤ بدأت تشك فعلا في مروة. والتليفون رن، بدر اللي بيرن على مروة، وهنا كانت الصدمة والحلقة هتقفل على كده. ولؤلؤ واديك شايفين نظرات مروة والخوف والرعب. لؤلؤ بتقول لها ردي على التليفون، مسكت التليفون مروة. لؤلؤ قالت لها لا من الاسبيكر، وفتحت مروة الاسبيكر، وبدر قال الو، وبتقفل الحلقة على رعب مروة وشك لؤلؤ اللي بيزيد، وهنعرف اللي جاي يحصل ايه. والى اللقاء في الحلقات القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.